بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وبراثه وأحبابه وأتباعه وعلينا معهم آمين وسلم تسليما كثيرا. في هذه الأيام يحل علينا حدث وسنة المئة على وفاة الإمام الجليل العالم الرباني شيخ الإسلام المجدد أحمد رضا خان البريلوي رضي الله تعالى عنه، وقدس الله روحه ونور الله ضريحه. وبهذه المناسبة لمرور 100 سنة على وفاته رحمات الله تعالى عليه، أقول إن سيدنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في الحديث الذي رواه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصححه عدد من الأئمة من علماء الحديث رحمهم الله تعالى، يقول صلوات ربي وتسليماته عليه: حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأيته من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت لكم. نعم. وقد جاء في الحديث الصحيح أيضا الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها. وإن للوراث المحمديين نصيبا إرثيا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الكمالات إلا التي عدها العلماء من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والإمام السيوطي رحمه الله في الخصائص الكبرى ذكر هذا الحديث: حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، وجعله من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وإنني أقول هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته، فليس لنبي من الأنبياء قبله عليه وعليهم الصلاة والسلام هذه الخصوصية، فلا تعرض أعمال أمة نبي من الأنبياء على نبيها، وما كان من خير يحمد الله عليه، وما كان من شر يستغفر لأمته، بل ذلك خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم. وإنني أرى أن للوراث المحمديين والأئمة الربانيين نصيبا إرثيا من ذلك، فتعرض عليه أعمال أتباعه وتلامذته، فما كان من خير حمد الله عليه، وما كان من شر استغفر لهم. وربما يستأنس بذلك بحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وإن ضعفه بعض العلماء، وفيه بأن الأعمال تعرض على الأقارب، فإن وجدوا خيرا حمدوا الله عليه، وإن وجدوا شرا قالوا: اللهم اهدهم كما هديتنا. فالشيخ الإمام الجليل المجدد لهذه الأمة
والذي ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أبو داود رحمه الله إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، والمراد بذلك أمر الدين بأركانه الثلاثة إسلاماً وإيماناً وإحساناً. والشيخ رحمات الله عليه كتبه ورسائله العلمية التربوية في الدين كله وفي الأركان الثلاثة إسلاماً وإيماناً وإحساناً، ولا بد لإخوانه وخلفائه وتلامذته من أن يترجموا تلك الكتب والرسائل بجميع لغات العالم وجميع لغات أهل الأرض لتنتفع بها أمة الإسلام أينما وجدوا في كل زمان ومكان. وإن خلفاءه وتلامذته رحمات الله عليه قد قاموا بجهد عظيم خلال هذه 100 سنة بإيصال علوم شيخهم إلى العالم الإسلامي، وهم بذلك مشكورون على معرفة هذه النعمة ومعرفة قدرها ومشاركة المسلمين فيها. والشيخ وإن غاب عنا بجسده فإن روحه حية في عالم البرزخ، ولها الإطلاق البرزخي إن شاء الله مع أرواح عباد الله المقربين. قال الله سبحانه: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وقد فسرت كلمة الروح بالرواح، فهي تغدو وتروح حيث شاءت في ملكوت السماوات والأرض. وقد نقل عن الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه إمام دار الهجرة قوله: أرواح المؤمنين تروح حيث شاءت في ملكوت السماوات والأرض. فالشيخ حي بروحه حياة البرزخ، وعلمه من فضل الله سبحانه وتعالى حي في أتباعه وحي في محبيه، وله مثل ثوابهم، لأنه لا ينقطع علم الإنسان بوفاته، بل له مثل الأجر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العبد إذا مات بأنه ينقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذه 3 من فضل الله سبحانه موجودة في الشيخ من خلال أتباعه ومحبيه. ولا بد أن ينقل أولئك الخلفاء والتلاميذ علم الشيخ الذي حيوا به في الحياة، صاروا أحياء به في الحياة، حياة السمع والبصر والقلب، وحياة العقل والفكر، وحياة السلوك، أن ينقلوا ذلك إلى غيرهم من المسلمين ليحيوا به إن شاء الله في هذه الحياة، ولتستمر حياتهم إلى البرازخ الأخرى. وإن الشيخ قد مر عليه في حياته وبعد وفاته مر معترضون عليه يمكن حصرهم في 2 من الناس: أولا من علماء أهل السنة من بعض المشارب الذين لم يصلوا إلى معرفة مراد الشيخ ومقصده من خلال مؤلفاته وكتبه، وحملوا بعض كلامه على غير المحمل الحق، وأدى ذلك إلى الإنكار وإلى الاعتراض عليه. وربنا سبحانه وتعالى قال: وفوق كل ذي علم عليم. وقد قال بعض المفكرين بأن سبب الإنكار والاعتراض وسبب الاختلاف يرجع إلى 2: إلى مقصود لم يفهم، وإلى مفهوم لم يقصد. وهذا الذي وقع بأولئك المعترضين، فإنهم فهموا من كلام الشيخ شيئا لم يقصده، كما أن مقصود الشيخ لم يفهم على الوجه الصحيح. والقسم الثاني من الذين اعترضوا على الشيخ
ونصبوا أنفسهم لمعاداته أولئك هم أهل البدع من أعداء أهل السنة والجماعة وأعداء أولياء الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وقد تحقق لأولئك الوراث المحمديين والأئمة الربانيين بمعاداة أهل البدع لهم تحقق لهم الإرث المحمدي الكامل لأن الله تعالى قال في محكم التنزيل عن أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الله سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقد قال الإمام أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه من علامة الصديقية كثرة أعدائها وعدم المبالاة بهم فللوراث المحمديين نصيب إرثي من ذلك ولهذا نجد لكل ولي عدوا من أهل البدع في حياته وبعد مماته ليستمر الخير له ويكون ثواب الأعمال الصالحة إذا قبلت عند الله من بعض أولئك المبتدعة ليكون ثوابها في صحائف أولياء الله وأحبابه الذين أنكروا عليهم وطعنوا بهم وإن العلماء والوراث المحمديين والأئمة الربانيين نجوم في فلك النبوة وقد قال الله سبحانه وكل في فلك يسبحون وقد ذكر الله تعالى للنجوم والكواكب ذكر بعض الحكم في كتابه ومنها أن الله عز وجل جعلها ليهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر قال الله سبحانه وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وجعلها الله رجوما للشياطين فقال الله سبحانه ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلها الله زينة للناظرين فقال الله سبحانه ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وكذلك العلماء الذين هم نجوم في فلك النبوة فهم على هذه الأوصاف الثلاثة التي هي لنجوم السماء وكواكبها فالعلماء يهتدي بهم الناس في ظلمات البر والبحر يخرج الله بهم الناس من الظلمات إلى النور وهم في علمهم ومعرفتهم وأحوالهم ومواهبهم رجوم للشياطين يرجمون شياطين الإنس والجن وبدعهم وضلالاتهم ويحق الله بهم الحق ويبطل بهم الباطل لأنهم من كلمات الله عز وجل في الأرض وقد قال الله عز وجل في محكم التنزيل ليحق الحق بكلماته فكل وقال الله تعالى ويحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق بكلماته فالله عز وجل يحق الحق بكلماته ويبطل بكلماته الباطل فكل من أحق الله به الحق وأبطل به الباطل فهو من كلمات الله عز وجل في الأرض وجعلهم الله عز وجل زينة للناظرين فهم زينة أهل الأرض بالنظر إليهم والاقتباس من أنوارهم والاقتباس من علومهم وأحوالهم لذلك فليحمد الله تعالى من وفق إلى محبتهم وإلى نصرتهم وإلى اتباعهم وإلى التلمذة على أيديهم أو على كتبهم من بعدهم فمن قرأ كتاب عالم فقد تتلمذ له في عالم الغيب وإننا بهذه المناسبة التي هي مرور 100 سنة على وفاة هذا الإمام المجدد
والذي قرأنا بعض كتبه مع إخواننا في بلاد الشام والتي ترجمت إلى العربية، فرأينا فيها عمق كلام أهل الله العارفين بالله، ورأينا فيها أجوبة أهل الحق على كثير من الشبهات والأضاليل التي عليها أهل الباطل. فندعو الله سبحانه لروح هذا الإمام الجليل شيخ الإسلام المجدد أحمد رضا خان، ندعو الله سبحانه أن يجزيه عن أمة الإسلام خيرا، وأن يعلي قدره ومنزلته في المهديين، وأن يجمعنا الله به في مستقر رحمته مع إخوانه وتلامذته وخلفائه بفضل الله سبحانه وتعالى، وأعاد الله علينا وعلى المسلمين من بركاته ومن علومه، ونفعنا بذلك بفضله وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.